صلاح اللي بيصوت عليه اللعيبه اللي لعبت ضده واللي اتغلبت منه واللي اتضايقت منه واللي نفسنت عليه لا واللي نفسها هاري كين بصراحه كده ياخدها منه وبقيه الدرجات في درجات الدوري. لكن فجاه الناس دي تثبت لنا ان احنا متخلفين كتير، وان الناس دي حضاريا عندها قدر من العداله، عندها قدر من التقييم الموضوعي، عندها قدر من الأمانة الرأي. احنا بس اللي شغلين نفسنا بشويه هواجس يعني ومتاعب. عايز اقول لك حاجه في رايي في الحته دي، اه هي كان ممكن تتحيز لو الفارق مش واضح. ما هو الفارق ده هم اللي صنعوه. لا اه اصبر عليا بس، اقصد اقول ايه، لو ظل الامر متارجح بينه وبين هاري كين كانوا خدوا هاري كين، لكن انت حسمتها، انت بعدت، فاصبح من المخجل، من المخجل الا تكون عادلا. انت تكون ظالما لما الحته تستحمل، لكن هم وده احترامهم لشخصيه محمد صلاح وانجازه. ايوه ان انا لا، الراجل ده ما ينفعش يتظلم، دي حاجه.